كانت مأهولة بالسكان. رأينا فرار عدد من المواطنين الفلسطينيين من محيط تلك الأبراج. أميرة، هذه المدينة مأهولة جدا بالسكان وتحوي أعدادا كبيرة من النازحين، عائلتي أنا زوجي وأطفالي يتواجدون في هذه المدينة السكنية ولا أدري حتى اللحظة شيء عنهم. نتمنى لك ولعائلتك ربى السلامة للجميع. سنعود إليك في سياق هذه التغطية، سنعود إليك ربى، نتمنى السلامة لك ولعائلتك.